وسهلا بيكم. انتوا في اكبر واهم برنامج للمواهب الغنائيه في العالم العربي، مناره ايدول. المشاهدين اللي عم بتابعونا عبر شاشة ديوان بكل أنحاء العالم، وتحية خاصة للجمهور الموجود معنا بالاستوديو يلي إجا خصيصا من جميع أنحاء العالم العربي لمشاهدة سهرة إعلان نتائج الأسبوع السادس. امبارح المشتركين ولعوا المسرح بأغاني كتير متنوعة، وكان ضيفنا المطرب عاصي الحلاني. عربية مكملة معنا، نهاية السهرة واحد منهم راح يغادر البرنامج، كل ما عم نقرب على اللقب المنافسة عم تشتد وتصحى. أصوات ذهبية كل مرة بفاجئونا بحاجات جديدة، واللجنة زينا وزيكم تعطيهم نصائح وتشجيع. رحبوا معنا بلجنة تحكيم منارة أيدول. أحلام حسن الشافعي. مفاجآت عديدة منتظركم بحلقة الليلة، حيكون أولها كرم نصر الدين مع أغنية الحالة تعباني من كلمات وألحان زياد الرحمن. هنسمع تعليقات اللجنة ونبدأ مع راغب. فعلا يا كرم الحالة تعباني، انت بوادي والنجومية بوادي، ليش ما بتجيب معك شوية نقرش اللجنة؟ انت شايف نانسي مسكينة، تنصحها لها شوي. انا بنصح ان تفتح مطعم وتسميه مطعم التعبانين. نانسي شو رأيك؟ الصراحة انت كتير نانوش، بدي اقول لك او نص رح اعطيك لايك على هضمتك. انت كتير مهضوم واسم الله عليك كبير كبير بكل شيء الا بالغنى، صغير كتير وبعيد عنه مثل هون وبارتا. بس غنيتك بتعمل مشاكل هضم. سأل إلك شو هذا ابو ربه، وين بلاقيه، بصور ولا بصيدة؟ نيالة زوجتك لانك فعلا فنان بارع بس بالاكل. يا اخي كرم انت نسيتش اخترقت جدار كيروشنا، وصيتش النشهاوي الطبيخ، انت شايف رائع جدا فعلا لستح وماتوا. يا اخي شوف لك شغله تانية. حسن ايه رايك في كرم؟ اخي كرم انا كتير حبيتك كشخصيه، لكن انا بفكر انك انت قدمتي رشوه للمسؤولين على البرنامج عشان تشترك. انت بتنسى دفاترك، انا خوفي تنسى اولادك بالسياره عن المشتريات. ربنا يوفقك بس مش هنا خالص. انتوا خسرانين، كنت طعميكوا بامبا وبسلو ابو روح. شكرا
شكرا للبسلة قصدي لله. والآن ننتقل للمشتركة هيفاء عبد الله مع أغنية ما في نوم لنجوى كرم. صوتك كتير حلو، حضورك رائع، وبما انك قلتي يوفي 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 بقلك حبار على زمان. صوتك كتير حلو بس لازم تفيقي من نومك لانه الجمهور ما بيلكش تتغني ورايحي فكرك المهموم. انت بالنسبة لي نجمي بقلك برافو برافو برافو. والله يا ستي هيفا انت غريبة، شمس الغنية نجوى كرم راح تغيب من بعدها الاغنية. الله يسامحك انت ما عملتش حساب للجمهور، عندك شهرين تنامي منيح. انا برايي بتفوتي بسبات عميق وما تطلع منه. تقبريني هيفا، صوتك سحرني، صوت مو طبيعي يعني معوق. بعدين شو الكسل بعدكم بتفيقوا على الساعة، ولكم شدوا حالكم قوموا اشتروا ايفون في شو عن مرر بسطة. ازيك يا هيفا اخبارك ايه؟ صراحة انا نعست كتير لما سمعتك. على كل حال روحي نامي بسمع نتائج التصويت بعد شهرين. شكرا للجنة وننتقل للفولكلور الشعبي مع اغنية يا ظريف الطول بصوت رشرش صباح. شكرا لك يا رشراش. حنسمع تعليقات اللجنة ونبدا مع راغب. انا مبسوطه كتير لكرم لانه لقي له شريك في اللجنه، وعلى فكره انا لقيت اسم بجمعكم اثنين كرم ورشراش. كرش حبيبي رشراش، حبيبي رشراش رش اغني في محل ثاني. رشراش رشراش لما سمعت اسمك رشراش فكرتك حتغني ترشرش الكناف البيضة يقبرني شكلك، يقبرني شكلك يا رشراش، صوتك بعقل ربنا يوفقك. الله لا يوفقك، انت مو طبيعي، انا مو مصدقة انك انت معانا بهذا البرنامج، جاي تقول لي عبور عبور، هذا مو درس احتراف. يا ست احلام عبور يعني غنم. ارقور عبور ولا غيره، انت عندي مالك عبور، انت مرفوض. انت قلتي فول وانا بحب الفول المصري قوي. انت دخلتنا المطبخ العربي دلوقتي، عرفتي ليه كل الارقام القياسيه عند العرب؟ اكبر صحن تبوله، اكبر صحن حمص. يا اخي بترجاك مش ناقصنا دنيات بالايقاع.
والمشترك الأخير أغنية لفنانة والمشترك الأخير أغنية لفنانة معنا باللجنة، أغنية شاطر شاطر للفنانة نانسي بصوت أصيل نصر الدين. خلينا نسمع تعليقات اللجنة ونبدأ مع راغب. هي ناسي أغنية إلي. أنت رجعتني سنين لورا، أنت أمورة شاطرة شاطرة، وعلى فكرة أنا بحب حماتي كتير، بتمنى لك كل خير، يا رب تعيش كمان شهرين. أول شي صوتك كتير حلو، بس أنت ماخذي نظرة غلط عننا رجال. أنا مرتي لما تصيح حل عندي رأسة. وشو تعمل؟ بفوت على الأوضة بنام زي الشاطر. والله أغنيتك مسخرة. لو تضحكين أنت بمرحلة خطر وتضحكين، بالفعل أنت مو شاطرة. وبعدين مو كل الزلام نفس الشي، أنا عندي في البيت جوزي كلمته بتصيرش كلمتين. واو، يعني شو ما بحكي معك بقولي آسف. وكيف كلمته بتصير شي كلمتين؟ آسف كلمة واحدة، وإذا بقول غيرها بودره. شاطر شاطر. ست أحلام، ضحك حاجة حلوة، وهي فعلا خلتني أراجع حساباتي بالنسبة لمراتي. النهاردة الكلمة الأخيرة ليا دايما. شو راح تعمل؟ الكلمة الأخيرة ليا هي دايما، وهي بتمنى لك التوفيق، صوتك حلو. شكراً للجنة التحكيم، وشكر كبير للجمهور الرائع اللي حضر معنا بالاستوديو. كلنا عم نستنى نتائج التصويت اللي راح توصلنا بعد لحظات. جمهورنا الكريم، الظاهر انه الجمهور بالبيت ما صوت للمشتركين، ولكن صوتوا لشخصية احبوها كتير، هي عضو باللجنة المطربة نانسي عاشر. وبالنسبة للمشتركين، اتصل مندوب من شركة قاسم متبرع لكرم بعشرين شوال بيسلة. وللمشتركة هايفا اتصال من شركة عمناح وتبرع بفرش لتنامي فرصة الشهرين. ولرشراش اتصل مندوب شركة شتراوس. وإلك وإلك برميل حمص 12 تنكة، صدر كنافة وأربع عجال طندار. والمشترك الأخير اتصلوا جمعية الرجال اللي باكلوا قتلي من نسوان هون، وتبرعوا إلك بسيارة مع شلاط عشان ما تجيب سيرتهم. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في موسم جديد من منارة